لليوم الثالث عشر على التوالي يستمر توافد المواطنين والمواطنات على حديقة بن زيدون وسط مدينة أكادير، مكان تواجد منسق عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان وباقي المشرفين على هذه المبادرة، والتي تعتبر آلية من الآليات الديمقراطية التي تتاح دستوريا أمام المواطن للتعبير عن حاجياته ومطالبة الحكومة بها. وقد خلقت هذه المبادرة وعيا لدى جميع الفئات الموقعة على العريضة بضرورة استغلال الطرق القانونية والمؤسساتية التي يكفلها لها الدستور لإيصال همومها ومتطلباتها للسلطات المختصة، وذلك في ظل تكاسل وتقاعس المنتخبين ممثلي الشعب بقبة البرلمان، والذين من المفترض أن يكونوا في طليعة وفي مقدمة المطالبين بتحسين أوضاع المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. وفي هذا الصدد يتحدث لنا توفيق سميدة منسق عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان بمدينة أكادير عن دور هذه العريضة في خلق وعي لدى المواطنين في المساهمة في صنع القرار السياسي والإداري بالمغرب. السلام عليكم. موازاة مع حملة جمع توقيعات العريضة المقدمة لرئيس الحكومة المطالبة بإحداث صندوق مرصد لمكافحة السرطان، كانت هناك نقاشات موازية لهذه الحملة ديال جمع التوقيعات. والجميل جدا هو هذا الحس المواطنات اللي بدا كي يتطور عند المواطنين ولمسنا عن قرب من خلال واحد المجموعة ديال النقاشات اللي كانت. الأكيد أن اليوم كاين واحد الوعي جماعي بضرورة المشاركة في القرار السياسي. اليوم كاين واحد الشرط اللي اعتبرناه شوية تعجيزي، اللي هو شرط تسجيل أو تقييد في اللوائح الانتخابية، واللي كان جميل هو واحد الحصره اللي كنا كنقراو على الوجوه ديال 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 المواطنين اللي كيكتشفوا انهم غير مسجلين، وبذلك الحق ما عندهمش باش يوقعوا على هذه العريضه، لان غتكون مرفوضه شكلا الا كان شي مواطن وقع عليها وما مسجلش. دونك كاين هناك واحد الرغبه عند المغاربه اللي بدات عند المواطنين بصفه عامه اللي بدات كتطور. هذه الرغبه اللي هي جميله، ان الواحد عنده امكانيه دستوريه جابها دستور 2011 انه يشارك القرار عبر قضيه العرائض وعبر كذلك الهيئات الموازيه اللي كتكون مع المؤسسات المنتخبه كالجامعات والجهات الترابيه الى غيرها. دونك اليوم كاين واحد الرغبه عند المواطنين انهم يساهموا، والاغلبيه كيقول لك انا غنمشي نتقيد، وحنا هنا ما كنهضروش على التصويت ولا الانتخابات، هذاك موضوع لا يهمنا اليوم، هذاك موضوع اخر. اليوم حنا ملي كنطلبوا رقم التسجيل في اللوائح الانتخابيه كنطلبوا لانه المشرع الزمنا به، وكنفكروا جديا انه نديروا شي عريضه مستقبلا باش نحيدوا هذه الشروط اللي كيتمكن المغاربه جميعا من توقيع العرائض. اليوم اللي هو اكيد ان الجانب الصحي في هذه العريضه اثر بشكل كبير على هذا التوافد الكبير، واللي هو فعلا رهيب، لانه الناس كتجي من جميع الاقطاب، من جميع الفئات العمريه، من جميع الفئات الاجتماعيه، حتى من التراتبيه السياسيه كاين ناس برلمانيين الى غير ذلك. وهنا الصفه ما كتجبدش، لان هنا المواطن رقم بطاقه التعريف. دونك جميل جدا هو هذا الوعي صراحه، اننا نكون وصلنا لهذا المستوى الوعي، لان اشراك المواطنين هو الوحد الكفيل باش تكون عندنا واحد الديمقراطيه مستدامه، وهو ما نحتاجوا اليه في ظل العطب اللي وقع في المغرب في ما يسمى المسلسل الانتقال الديمقراطي. وكما يخفى على احد ان المشهد السياسي اليوم في واحد شويه ضبابيه، اللي المهم الحاله ديالو ما كتشجعش الناس باش ينخرطوا في حزبيا وفي المؤسسات الحزبيه، وهذا موضوع اخر. نتمنوا انه عبر هذا التمرين الديمقراطي نساهموا بكل تواضع في انماء هذا الحس المواطناتي بضروره المشاركه الفعليه في القرار السياسي في المغرب. شكرا. سي توفيق، انتم كمنسق يعني ديال اكادير، باش كتفسروا يعني التفاعل الكبير ديال المواطنين هنا في اكادير؟ لان متابعتنا يعني لهذ العرض على الصعيد الوطني كنلقاو بان مدينه اكادير تقريبا هي لحدود اللحظه في المرتبه الاولى، يعني كاين واحد التفاعل كبير من المواطنين. باش كتفسروا هذا؟ بالضبط استاذ، اللي كاين اليوم هو انه في اكادير بالضبط كاين واحد التمرين مكثف منذ اقل من سنه. نحن بصدد العريضه الثالثه، الاولى شاركنا فيها وساهمنا فيها اللي كتخص مطالبه جامعه اكادير باقتناء سينما صحراء، وهي اليوم وصلت واحد سميتو المستوى مزيان، يعني غاديه لان تصادق عليها في الدوره، واليوم كاين قضيه اجراءات اداريه مع سلطه الرقابه.
كاين عريضه ثانيه اللي وضعناها مؤخرا كتخص اشغال تهيئه، سميناها عريضه عدم الرضا، حتى هي عبرت فيها. دونك كاين واحد التمرين، كاين واحد الفريق، هو اللي مهم انه اليوم الاكادير علاش وصل لهذا المستوى اللي سموها الاخوان في مركز زيان ان نموذج وكذلك ان قاطره لهذه العريضه. الحمد لله كاين واحد التجربه، كاين واحد التكامل بين الفريق، كاين واحد نكره ندت في سبيل المصلحه العامه، وهو شعار رفعناه كمجموعه شحال هذه، يعني معا من اجل مبادر من اجل الصالح العام. دونك كاين هذا التمرين اللي هو مهم، وكاين واحد المصداقيه اللي شكلناها عبر هذه المبادرات اللي درنا. اليوم الحمد لله كاين واحد المجموعه كبيره اللي كتساندنا ماديا معنويا بجميع الطرق باش نستمروا، هذا هو اللي كيخلي فينا هذا الحماس مازال شد. والحمد لله كنعاود ناكد انه الفريق مهم بزاف، وخاصه على الحديقه دوزنا فيها عريضه غير مؤخرا، يعني حتى المكان معروف والمكان كذلك يتيح هذه النقاشات. ما مشيناش للقهوه ولا مشينا شي بلاصه اللي مسدوده، انا مكان مفتوح، وهذه الحديقه في حد ذاتها دارت لهذا النوع من النقاشات الثقافيه سياسيه فنيه الى غير ذلك. وكنشجعوا الناس انهم اللي مازال ما التحقوش، راه حنا هنايا تنهار الجمعه يوميا من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 7 مساء، غتلقاو ضروري شي واحد من الفريق اللي داير الديموما باش يستقبلكم. كاين ناسخه هنايا، يعني جيبوا غير لاكارت، اذا كان ممكن تاكدوا قبل بتسجيلكم في النواحي الانتخابيه عبر بعث رقم البطاقه الوطنيه للرقم 2727، سينو حتى كاع تجيو سور بلاص وتاكدوا.